وتبين من التحقيقات التي أجرتها الهيئة الإسلامية أن المنفذين أكثر من واحد، وأن المخططين للحريق هم مسؤولون كبار من اليهود، خصوصا أن السقف لا يمكن أن يصعد إليه حينئذ إلا بواسطة أخشاب لولبية موضوعة في خارج بناء الأقصى. وهذا يدل على ترتيب محكم متفق عليه بقصد القضاء على المسجد الأقصى بكامله، والذي يؤكد هذا تباطؤ سلطات الاحتلال في عملية الإطفاء وقطع المياه عن منطقة الحرم في تلك الساعات.